ورجعنا لكم بعد الفاصل وعملنا اللحمة والريحة رائعة، وحمرنا كمان لسان العصفور وعملنا صوص البيستو زي ما انتم شايفينه كده، معانا لون اخضر جميل وطعم بيبقى حلو قوي. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هرفع بس كده شوية، ديها تقليبة وفيها الشوربة بتاعتها والصوص اللي هي نزلته. انا هضيف بقى لسان العصفور علشان يستوي مع اللحمة في الشوربة دي كده، كده اهو بالشكل ده. اتحمر واخد لون حلو وعايز بقى ايه يستوي. احنا حمرناه بس دلوقتي هو هيكمل سوا مع اللحمة، واللحمة كمان لسه ما خلصتش سواها، يعني اخدة تقريبا نص سوا مع لسان العصفور بقى الاتنين يستووا سوا. وانا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هغطيها وعندي الشوربة جنبي جاهزة ان انا ازود عشان تمام السوا. الفكرة في الطبق ده ان احنا حمرنا اللحمة في شوربة لسان العصفور، يعني هما ممكن حد يقولك ايه طب ما احنا بنعمل شوربة لسان العصفور باللحمة. لا، شوربة لسان العصفور بتبقى اللحمة اوريدي مسلوق، يعني بنسلق اللحمة وبعدين نحمر وبعدين نضيف. لا، احنا هنا حمرنا اللحمة وبعد كده زودنا بالشوربة، يعني في جانب من التحمير وليس سلق فقط، بيدي طعم احلى للحمة. ومجهزين صوص البيستو، لما يستوي هنشوف هنعمل ايه سوا. هنعمل دلوقتي مع بعض عصير جميل جدا، ميلك شيك او حاجة ساقعة كده للصيف بالفراولة والكاكاو واللوز، يعني عصير كده مفيد ومغذي وطعمه حلو قوي. بس الفكرة بقى فيه ان احنا مختارين لبن صويا. لبن صويا ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان هو افيد من اللبن العادي، وخصوصا لو حد عنده حساسية من اللبن اللي هو البقري او الجاموسي اللي هو اللبن الحيواني، ده بيبقى اخف على المعدة وغير الفوائد الكتير بقى للبشرة وللشعر، ممتاز بصراحة. فانا قلت بقى ايه نعمل عصير مختلف، ميلك شيك. هنجيب كده الخلاط نجهزه، وعندي الفراولة نقطع بس ايه فراولة بس قطع كده، نشيل بس اللي فوق ده كده بتاعها، يعني عصير خفيف وفي نفس الوقت بما ان فيه كاكاو ومشتقات الشوكولاتة فالعيال بتحبه، يعني اطفال ما فيش حد ما بيحب الشوكولاتة من الكبير للصغير كله بيعشق الشوكولاتة، انا اولهم. انا مش هعمله بتلج عشان لو حد من الاطفال، انا معتمدة ان اللبن اصلا هو اللي سائع، يعني لما تيجوا تعملوا العصير ميلك شيك اعتمدوا انه الحاجة تبقى ساقعة مش لازم تلج، علشان ايه اللي مش بيحب الحاجة تبقى متلجة قوي يبقى سائع يبقى حلو طعم. اشيل بس الحاجات دي كده كده تقريبا. انا هحط كوباية فراولة، فراولة جميلة ومن الحاجات الحلوة سواء بنستعملها حادق او حلو. ممكن ناس تقول لك لا حادق ليه، يعني ممكن نعملها كسلطة تبقى طعمها مختلف برضو. خلي بالكوا احنا في فقرة الاختلافات عن كل شيء، فحاجة مختلفة كده. هبص بس بصة على اللحمة ولسان العصفور اخباره ايه. هبصوا لما هيبدأ يستوي هيزيد او تشرب المية بمعنى اصح، فاحنا محتاجين ان احنا نزود شوربة عشان هو لسه ما خلصش السوى، فانا هزود شوربة بالشكل ده كده وهغطي عليه عشان يكمل السوا. بيبقى طبق خفيف وجميل، حتى لما بنعمل لسان العصفور في الفرن بيبقى طعمه جميل قوي كده. ادي الفراولة كمان بتاعتي
حاجة سهلة وطعم جميل. كده حاجة انا بحب الفراولة، بس ما باكلش الفراولة لان ساعات تعمل حساسية، فيعني ايه مش كل الناس طبعا عندها الموضوع ده، بس انا عندي مشكلة مع الفراولة، بحبها بس يعني باكلها في اضيق النطاق. هحط بقى الفراولة كده كده، ممكن ناخد واحدتين كمان ونسيب الباقي نعملهم ديكور للكوباية بتاعتنا او الكاسات بتاعتنا. خلاص كده انا هكمل الباقي دولي، هخليهم عشان نعملهم ديكور، وهضيف كمان للعصير بتاعي ده، بس احنا عايزين نظبط المكان بتاعنا بقى. اهي كده نحط بس الفراولة دي هنا كده مؤقتا لغاية ما نضرب كل العصير ونظبط بس ايه مطبخنا. احط بقى لبن الصويا، انا عندي تقريبا كوباية كده، وهجيب معلقة علشان ناخد الكاكاو، ناخد معلقة كبيرة، هنحط معلقتين كاكاو كده. الكاكاو لو هو خام يعني من عند العطار مثلا بيبقى، او من مستلزمات بتوع الحلويات بيبقى يعني بيبقى ايه ما فيهوش السكر الحلو، لو احنا جايبينه من السوبر ماركت اللي هو النسكويك اللي احنا بنحبه على طول ده بيبقى فيه نسبه من السكر. هحط كمان لوز من الحاجات المفيدة جدا، يعني عصير كده غني جدا وطعمه حلو. في حاجة وقعت مننا في الأرض، لوزة، معلش، هنضرب بقى مع بعض. بص عليه اخباره ايه بهدلنا. هنضرب حاجه بسيطه، بس نجيب بس امسح ايدينا. طبعا الشوكولاته بتبقى رائعه. كده كفاية، كده العصير جاهز عندي. هشيل كده شوف اللحمة اخبارها ايه، اللحمة بلسان العصفور فاضل يعني ايه، انا عايزة بقى يتشرب اكتر الصوص دوت او الشوربة عشان يستوي ويبقى مستوي على الاخر. حط فيه، اغطيه مرة تانية، وهجيب بس ده كده حاجة بسيطة عشان اللوز ده انا عايزة احطه لكم، هو مصر ان هو ينط مني اللوز، هجيب بس عايزة احطه لكم على الكاسات من فوق ديكور مع الفراولة، فانا بس عايزة اقسمه اتنين بالشكل ده كده يبقى شكله حلو في الكاس. يعني بنحاول نجمل بحاجات بسيطة، شكل بسيط بس يبقى شكل الحاجة واحنا بنقدمها شكلها جميل، يبقى كده الناس اللي بنقدم لها تقولك الله، يعني بأقل مجهود ممكن نطلع حاجة حلوة. نجرب يا جماعة، تجربة خير برهان. ناخد حاجة كده بسيطة، وقتنا بيجري ولازم نخلص. خلاص كده كفاية اهي، نجيب بس الكاسات، نحط لكم العصير، الشوكولاته وفراوله
ريحته جميلة. ادي العصير بتاعي واللوز اللي جوه. طبعا انتوا انتوا بتشربوه هتحسوا بطعم الفراولة كده. ادي كده، وهحط له شوية لوز فوق الوش بالشكل ده كده. حط هنا حبة كمان يعني. طبعا لازم نديلهم احساس ايه اللي جوه الطبق، عشان كده لازم نحط فراولة. انا هحط بس واحدة كده واحدة كده، ونشوف هنا اخباره ايه. جميلة. هطفي، وقبل ما اغرفها هعمل حاجة اخيرة، البيستو اللي مستني. هحط البيستو هنا بالشكل ده كده، وهقلب كل ده في البيستو، والطعم الجميل مختلف وجديد ان شاء الله يعجبكم. هتلاقوا الموضوع بقى ايه، قلب على اخضر كده. احط بقية البيستو بتاعي كده اهو، اقلبه واجيب طبق التقديم بقى كده جاهز عندي. طعم مختلف، الريحة حلوة قوي، وجاهز. اجيب بقى كده، نجيب ده كده بس شوية، نجيب ده كده. مش شايفين؟ اتفضل كده اهو، عشان تبقوا شايفين معانا واحنا بنحط البيستو بلسان العصفور ومكعبات اللحمة. طبق جميل، كفاية كده اهو. احنا وقتنا خلص كالعادة، واحنا بنجري كده. طبقنا لسان العصفور بمكعبات اللحمة والبيستو صوص، مش محتاج اي حاجة ومش محتاج اي اخضر، كفاية قوي. وعملنا مع بعض العصير الفراولة بالكاكاو ميلك تشيك مختلف باللبن الصويا. اتمنى ان الاطباق النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، والوصفة دي حلوة قوي عندنا. اشوفكم بكرة حلقة جديدة. باي باي.